نتكلم عن مسلسل فرقة ناجي عطا الله وازاي جت مشاركة حضرتك فيه. استاذ عادل كلمني على التليفون بالظبط هما كلمتين ورد غطاهم. انوشكا عايزك معايا تحت امرك. يعني بالنسبه لي كنت سعيده جدا بمسلسل ناجي عطا الله، كنت سعيده جدا بتليفون الاستاذ عادل لانه احنا كلنا في المجال الفني بنبص للاستاذ عادل. عارفه انا ببص له احتمال مش كحد ممثل كبير او لا، انا ببص له كشخص انسان عصامي عمل نفسه بنفسه، بدا من اول الطريق ووصل انه يكون رقم واحد. بالنسبه لنا احنا ده بيبقى مثل بنحتاج بيه، عارفه ازاي؟ ف في البيت او في العيله كبيت بنحبه جدا، فما بالك بقى لما تكوني معاه وبتشتغلي معاه وتقفي معاه وبتتعرفي عليه انسانيا كبني ادم مش بس كممثل كبير بتقفي قدامه. حضرتك قلتي بمجرد ما استاذ عادل كلمك وقال لك على انه عايزك معاه في المسلسل فوافقتي له، بعد ما قريت الورق بقى وقريت الشخصيه ايه كان انطباعك عن المسلسل وعن العمل؟ مبسوطه جدا انه قال لي انوشكا. في عاده دايما الممثله تحب انها تطلع من الجلده للجلده او من اول الحلقه لحد اخر حلقه، مفيش حد يمانع، مفيش حد يكره ده، انما في نفس الوقت البحر يحب انما في نفس الوقت انا يمكن واخده التمثيل بشكل مختلف تماما عن سكة الغنى. يعني في المسلسل ما بغنيش، في المسلسل مش طالعة من الجلدة للجلدة، وفي التمثيل عموما ما بفرضش اني اكون موجودة من اول الحلقة، من اول حلقة لحد اخر حلقة. يعني في شغلي مع الاستاذ يحيى الفخراني من 5 6 سنين كانوا 6 حلقات الاخارة، وبعد كده زاد عليهم كان قول هي 8 حلقات الاخرى في المسلسل. ما فرقتش معاكي انه تبقي موجوده؟ لا، لان لما بتقفي مع ممثل كبير تحت اي ظرف من الظروف انت بتكسبي منه جمهوره. لا مش هقول لك لا خبره، ما هو لو انت ما عندكيش مش ما بتتقاسش بجمهور، لانه احنا مجال الغنى له جمهور ومجال التمثيل له جمهور، بس في نفس الوقت يعني ده هو ده ده هو ده. انت بتقولي انت بتعرضي عملك على الجمهور كله، ما بتقعديش تقولي مثلا انا هعرض العمل ده للكبار او ده للصغيرين او دول الستات. اقصد الشعبيه بتاعت يعني مثلا حد زي استاذ عادل امام بتبقى عاليه شويه قوي عن ممثل تاني. بصي لو لما العمل بيبقى اكيد دي حاجه بديهيه جدا يعني، انما الواحد ما بيدخلش في المسلسل علشان النقطه دي، بيبقى في اعتبارات تانيه. في اعتبار انا بحترم جدا الاستاذ عادل امام، فلما بيرفع سماعه التليفون وابص الاقي نفسي انه الدور كمجموعه كفكره يعني شدتني، ما تقسيش بقى اذا كان الدور طويل الدور قصير انك تقفي معاه، بتاخدي منه بتتعلمي منه. يعني عندنا مثلا مشاهد اكشن انا برضو لما باجي يمكن انا اتعلمت منه انسانيا اكتر من ان انا اتعلمت فنيا، اقدر اقولك الكلام ده، انه في حياتي عموما لما ببص للممثلين الكبار، الكبار دول ما بقوش كبار لمجرد ان هم كبار واحنا بنقول عليهم كبار، لا الكبير ده هو لما اجي اقولك انه في مشاهد اكشن، مشاهد الاكشن هو عامل مشاهد اكشن، وفي نفس الوقت في مشاهد المفروض انه في قنابل ومفرقعات وبتاع وحاجات بتتهد علينا وانا بقع وبياخدني بيقع، يعني في حاجات تحسي انه محتاج خفة، محتاج خفة حركة، محتاج خفة حركة، فانا كنت بعتبره خف الريش، عارفة ازاي؟ خفيف وحرك فده
تبصي تلاقي انه لما الفنان بيحافظ على نفسه مهما كان على المدى الطويل يعني حافظي على نفسك فربنا هيديلك اكتر. طيب لما قريتي بقى الورق وقريتي الدور والشخصيه لقيتي فيها ايه الجديد وايه اللي شدك فيها وخدتي فكره ازاي عن المسلسل ككل؟ انا بصراحه كان نفسي اعمل بصي اما بتكوني في وسط مجموعه زي مجموعه ناجي عطا الله سواء كانوا الشباب وجرعه الكوميديا والكوميديا كوميديا حلوه يعني مش هقول الكوميديا موقف او الافيهات ما بين الشباب وبعضهم فالواحد بيبقى غيران انه وانا كمان عايزه اعمل كده عارفه ازاي انما ما تقدريش تحشري كل اللي انت عايزاه او تتمني كل اللي انت عايزاه في مسلسل واحد. انا كنت اتمنى ان انا اعمل كوميديا معاهم انما الفكره لا انا دوري مش دور كوميدي دوري جد جدا في المنطقه بتاعتي يعني المهم ان في الاخر خالص تكوني متوظفه صح. المسلسل من وجهه نظري برضو في مجهود كبير جدا لاخراج في مجهود كبير جدا لهشام سري ك اضاءه تصوير في مجهود كبير جدا من المناطق الطبيعيه علشان نصور انا بعتبر انه يمكن بطل من ابطال المسلسل هم الناس التكنيشنز الفنيين اللي كانوا ورا الكاميرا طلوع جبل وتظبيط اضاءه وتحطي حاجتك فين بيبقوا الجندي المجهول في اي عمل دي حقيقه لانه يعني برضو مش عايزه اكون انا اللي بتكلم عن شغلنا بس فعلا في مجهود جبار اتحط في المسلسل ده. يعني متفائله لمستقبل الفن في الفتره الجايه؟ اذا كنت هتكلم عن الاصوات اللي هي كانت بتقول كلام هم حرين اللي عايز يسمعهم يسمعهم وفي كتير مش هيسمعوا الكلام الفاضي. بالنسبه لي الحاجه اللي ما يعني ما يستاهلش انك تضيعي وقتك في فكره زي كده او في كلام زي كده واحد قال اللي عايز يقوله هو حر فانا ما ينفعش نقعد نعلق على الكلام ده كتير لانه في حاجات اهم الاهم بدل ما نضيع وقت ان احنا نعلق على كلام بالاسلوب ده نفكر ازاي نعمل فيلم كويس ازاي نعمل مسلسل كويس لانه في الاخر خالص المسلسل او الفيلم بيفتح بيت من اصغر واحد بيقدم قهوه وشاي لاكبر ناس بيدخل ريع وبيحرك اقتصاد بلد بيعلم زيه زي اي مصنع زي اي شركه بالظبط كده فوق ده كله انه لو انت النهارده ما عندكيش فن الفن ده يساوي موهبه الموهبه يعني هبه ربنا سبحانه وتعالى اداكي الموهبه دي فاذا كنت انت مش هتعرفي تدافعي عن الموهبه او الهديه اللي ربنا اداهولك يبقى بتخطئي في حق نفسك وفي حق ربنا.